كشف أمين عام الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي أن الملك عبد الله الثاني لا يتقاضى راتبا منذ 5 سنوات. وقال العيسوي خلال اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء إن الملك أوعز بالتنازل عن راتبه من الموازنة العامة منذ 5 سنوات. وبين العيسوي أن الملك شفاف جدا فيما يتعلق بالموازنة المالية للديوان الملكي، حيث طلب أن يتم استثمار ما يتقاضى من رواتب لتطوير البنية التحتية ومختلف القطاعات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.